انضم لنا من أمريكا عبر تطبيق زوم الأستاذ طارق الشامي، صحفي وباحث في إندبندنت عربية. مساء الخير أستاذ. مساء الخير أستاذ مروة، ومساء الخير أستاذ تامر. أهلا، مساك خورت. بداية يعني أستاذ، نحن مثل ما استمعت الآن لهذا الكلام اللي قالنا يا والمعلومات اللي قالها الآن ثامر، يعني هل برأيك اقتربت نهاية تويتر، نعم أم لا؟ لا أعتقد أنه نهاية تويتر وشيكة. صحيح أن هناك بعض التأثر، سواء من عدد المستخدمين الذين بدأ بعضهم يخرج بالفعل، يعني منصة ماستودون على سبيل المثال استضافت خلال يعني الشهر الأخير أكثر من 140 ألفا خرجوا وعفوا غادروا تويتر. هناك أيضا منصات أخرى استفادت، لكن هناك توقعات بأن يصل عدد المغادرين خلال العامين المقبلين إلى حوالي 35 مليونا، لكن بالنظر إلى عدد مستخدمي تويتر بالإجمال هم يزيدون عن 400 مليون، والناشطون منهم حوالي 368 بشكل نشط يعني أسبوعي أو شهري. هذا العدد الذي سوف يخرج حسب بعض التقديرات أبحاث السوق لا يعني أن تويتر انهارت، لكن هناك بعض التأثر نتيجة أفعال إيلون ماسك من ناحية، ونتيجة السوق بشكل عام، وربما تكون الشريحة الأكثر التي يعني ليس لديهم ولاء كبير لتويتر هم الشريحة الشباب الصغار ما دون 25، والشريحة الكبار في السن ما هم فوق 45، ولاءهم لتويتر لا أقصد جميعهم بالتأكيد، ولكن النسبة الغالبة منهم ليس لديهم ولاء كبير لتويتر. بالنسبة للصغار ربما يكون ولاءهم للمواقع الأخرى التي توجد فيها صور أكثر وفيديوهات أكثر، وبالنسبة للكبار ربما يكون فيسبوك هو الأكثر ولاء بالنسبة إلي. نعم، طبعا نحن نلاحظ دائما ان ايلون ماسك ذكي، وانا دائما اشوف انه ذكي تسويقيا. نعم. من الاذكى في التسويق. لاحظنا حتى لما كانوا يعلنون عن شركة الثانيه اللي هي تسلا، كانت السايبر تراك، صح، كان المفروض ان الزجاج ما ينكسر، ففي الاعلان، صح، الرسمي مسك حجر وضرب الزجاج وانكسر، فسوى ضجه، ولكن صحيح. هذه الضجه كانت بعد لها فائده ان انتشرت اكثر، مع ان الكل حذر حتى يوم بيسوي هذه الشركه، شركه سيارات قالوا لها في 1,000,000 سياره وبراندات بالضبط. في العالم، فأنت ما تقدر تتفوق عليهم، صح. فهو دائما ما يسعى لأنه يكون مميز، فهل أشياء من الممكن تكون يعني فعلا. هو متقصد يسويها، لكن ليش ما التزم في القرار اللي سواه رغم أنه وعد بوضوح أنه راح يرضخ لرغبة المتابعين؟ يعني تصوري الشخصي أنه ماسك كان يتوقع نتيجة مختلفة، كان يتوقع أن يقول له انتظر ويعني ابقى في رئاسة تويتر، لكن جاءته الإجابة مختلفة، وهو وجد نفسه في حرج، وقال حينما كما تفضلت، حينما أجد شخصا مجنونا يقبل بإدارة تويتر سوف أقوم بالتنحي عن الإدارة. لكن حتى لو تنحى يعني ماسك عن إدارة تويتر سيكون ذلك شكليا، هو في النهاية من يملك كل تويتر، ليس لديه شركاء، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولذلك لا أعتقد أن هذا يعني التغيير سوف نجده قريبا، ربما يستغرق بعض الوقت، وخروجه في النهاية لن يكون بهدوء، يعني سيصاحبه أيضا ضجة التي يعشقها إيلون ماسك، وهو يستمتع بهذه الضجة في كل تصرفاته وفي كل أفعاله. يعني لا يمر أسبوع إلا ونجد خبرا مثيرا يتعلق بالمنصة أو بأنشطتي بشكل عام. نعم. ونجد هناك إقبال كبير من الناس والتعليقات والتغريدات التي تتبعها. صحيح. وبالتالي هناك على سبيل المثال هناك شخص يعني تقدم للوظيفة وقال له أخبرني ما هي شروط الوظيفة، أنا في هو أمريكي من أصل هندي وهو يعني عالم في معهد MIT ماساتشوستس تكنولوجي، وهو أيضا حاصل على 4 درجات علمية ولديه وأسس العديد من شركات السوفتوير، وقال له أنا مستعد أن أقبل بالوظيفة لكن أخبرني ما هي التفاصيل. ماسك لم يرد عليه حتى الآن، ولا أعتقد أنه سوف يرد، لأنه نعم. ليس في المرحلة المزاجية التي تسمح له بذلك في اللحظة الراهنة. نعم أستاذ طارق، يعني هذا الجدل حول إيلون ماسك وأيضا إثارة الجدل والبلبلة حوله، هل برأيك الشخصي هو تسويقي بحت؟
ما السبب؟ شو أعتقد هدفه؟ أعتقد أنه يتعلق نعم أعتقد أنه يتعلق بشخصية إيلون ماسك أكثر من كونه يريد الدعاية، لأنه لم نشهد زيادة، لم نشهد إفادة سواء مالية أو سواء من المستخدمين الذين يقبلون على تويتر أو حتى من المعلنين. نعلم أنه كثير من المعلنين خرجوا، هناك انخفاض في عادة في إيرادات الإعلانات، وهناك توقعات بأن تزداد عملية يعني انسحاب بعض المعلنين منها نتيجة التدخل في المحتوى الذي قام به ماسك وبرغبته في أن يكون هناك يعني حرية أكبر حسب قوله، لكن ذلك يزعج كثيرين لأنه ربما يتسبب في مشكلات لهم، ولذلك نجد خروج من بعض المعلنين من الإعلان على منصة تويتر بما فيها شركات عملاقة. أيضا نجد أنه يعني رغبة، أعتقد يعني رغبة إيلون ماسك في الجدل هي تتعلق بشخصيته، هو كان أغنى رجل في العالم، الآن أصبح هناك رجل آخر هو أغنى رجل في العالم، وهو انهارت ثروته بسبب يعني تويتر من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه اضطر إلى أن يسحب كثير من استثماراته في شركة تسلا، وهي الشركة التي يعني سببت له الثروة والشهرة، وهو يعني الآن يعني تنازل عن كثير من ملايين الأسهم، 22 مليون أسهم في المرحلة الأخيرة، كل ذلك سبب في انهيار ثروته، وبالتالي هو يعوض جزء كبير من فقدانه للمكانة المالية بأن يكون في بؤرة الأحداث، وأن يؤسس لمرحلة مقبلة لا أحد يعلم ما هي، لأنه يصعب التوقع يعني ما الذي سيقوم به ماسك في المستقبل، لكن البعض يتحدث عن أنه ربما يسعى للدور السياسي، ربما يسعى للترشح للرئاسة مثل دونالد ترامب، ودونالد ترامب كان لديه فقط 6 مليارات، هذا لديه يعني الآن أكثر من 168 مليارا، يستطيع بسهولة أن يرشح نفسه للانتخابات، وسوف يجد يعني من المؤيدين الكثير، وربما يراهن مثل دونالد ترامب على نفس النهج أن يؤيده المحافظون. لا ندري ما الذي سوف يفعله ماسك في النهاية، لكن هناك بعض الدراسات تقول أن الخوارزميات التي يتبعها الآن هي تفضل التيار المحافظ أكثر من التيار الليبرالي كما كان يحدث في السابق مع الإدارة السابقة. نعم. طبعا احنا تكلمنا كثير في التقرير عن بعض المعلومات، ولكن أكثر ما تكلمنا فيه اللي هو آراء مستخدمي تويتر بإدارة ماسك لهذه المنصة. طبعا شو الأخطاء اللي شفت أن ماسك وقع فيها، وشو الأشياء اللي ممكن يسويها عشان يصحح هذا المسار؟ أعتقد أن هناك سلسلة من يعني لا أريد أن أصفها بالأخطاء، ولكنها يعني بعض السياسات التي ربما لم ترقى إلى الكثيرين من المتابعين أو من مستخدمي تويتر بالتحديد. أولها الطريقة التي دخل بها إلى تويتر، ودخل وهو يحمل يعني حوض يريد أن يقول أنه سوف يغرق نصف المؤسسة وعلى الأقل ينظفها، وهو بالفعل فعل ذلك، فهذا كان أحد يعني المدخل كان خطأ لأنه لم يكسبه شعبية، وهو فصل نصف الموظفين، وأيضا طالب عدد كبير من الآخرين أن يستمروا في ساعات أطول من العمل بدون مقابل، وإلا فيتركوا تويتر، وبالتالي كان أسلوبه فيه نوع من القسوة الشديدة التي يعني ربما يتعاطف كثيرون مع الموظفين الذين يعني ربما فقدوا وظيفتهم بصرف النظر عن السياسات، لأنه إذا كان يتحدث عن السياسات فليكتفي بفصل المديرين أو المسؤولين عن يعني اتخاذ القرارات، لكن لماذا يفصل نصف المؤسسة؟ هو اعتبر أنهم يعني كان يتم اختيارهم على أساس التوجه السياسي، وهو أراد أن يستغني عنهم لهذا السبب. هذا كان أحد الأخطاء. طبعا الخطأ الأكبر الذي أثار الضجة الكبرى هو أنه يعني تخلى عن سياسة إدارة المحتوى السابقة التي تقوم على يعني ضبط أكثر من في المحتوى، بمعنى أنه لا يسمح بالأشياء المثيرة للجدل والانقسام المجتمعي، التهكمات والشتائم وما إلى ذلك، لكنه كان يقول أنه يعني الدستور الأمريكي يحمي هذه الحرية ولا نستطيع أن نمنعها، وبالتالي بدأ يعيد
حسابات كثيرين من الذين يعني منعهم تويتر من استخدام المنصة، وهذا كان أحد الأمور التي أيضا أثارت القلق، وبعض الدراسات تشير إلى أنه بالفعل زادت عمليات التحريض والمعاداة للأديان وغيرها من الأشياء التي يعني تثير الانقسام في المجتمع بصفة عامة في العالم وبشكل خاص في الولايات المتحدة. نعم، يعني في نهاية هذا الحديث وهذا اللقاء نهاية تويتر غير واردة، ولكن يا أما يتنحى ماسك يا أما يصحح المسار. نورتنا لهذا المساء أستاذ طارق الشامي، صحفي وباحث في إندبندنت عربية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا على الاستضافة. شكرا لك.